ركبي نمرات. تنيله سيبت ركبي. طيب خير عنك، ده انت بتخاف من عطر وبتخاف من الحكومه. لما انت وصلت من السفر على الاقل كنت عبرت اللي قاعده في البيت مستنياك، على الاقل كنت قلت لي، كنت شيعت لك لقمه تتصبر بيها. المهم بعد ما تخلص شغل هرجع على العطار، هات جوزه تشيب ومستكه وحبهان عشان عامله لك حمام على العشاء. لا حمام، لا لا مش عايز، انا جاي تعبان من السفر. ايوه السفريه دي انا تعبت فيها قوي. وانت ايه اللي تعبك وهدت حيلك يا الدلعادي؟ اسال ابويا ليه هو مش رجع معاك من السفر من ساعه ما رجع وهو عند فوزيه؟ بذمتك انت راجل، انت مش مكسوف من نفسك؟ اشمعنى هو ما تهدش حاله؟ المهم بهيجه عرفت وما عرفتش ليه؟ امال انت قاعد بتعمل ايه؟ طب ما تنساش اللي قلت لك عليه وما تتاخرش بالليل. مع السلامه. الو، ايوه يا ابله نازك، ازاي؟ انت عارفه ابويا فين؟ مسافر. ده ايه، ابويا رجع بقاله 3 ساعات عند حبيبتك فوزيه اللي كل شويه تشتكي وتقولك ما بيروح لهاش. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. اتصرفي انت بقى. مع السلامه.